الاجتماعي ابتدى بوجود كابتن الخطيب رئيس النادي ورحب بالناس الموجودة وادى توجيهات سياسة النادي الفترة الحالية ايه وهو عاوز ايه مننا. ثم غادر ابتدى السيد المدير التنفيذي على رأس الجهاز التنفيذي الكابتن محمد مرجان واتكلمنا تقريبا في كل ما هو يخص النادي الاهلي من خدمات للاعضاء من تامين الاعضاء من الاهتمام بالعاملين والمطلوب في خلال المرحله الجايه. سالت ان الاداره التنفيذيه تتواكب مع سرعه مجلس اداره في السير بسرعات طبعا محسوبه بحيث ان شاء الله الاعضاء يحسوا بالتطوير بالتغيير يحسوا ان في اضافات جديده جت واحنا ان شاء الله كلنا ولادي النادي الاهلي كل تقريبا المجموعه ولادي النادي الاهلي. ودي على فكره ما تم اليوم اول مره يتم من ساعه انا ما اشتغلت في النادي الاهلي ان يجي رئيس النادي يجتمع بالاداره التنفيذيه الجديده والمدير التنفيذي وهذا التجمع لم يتم او لم يسبق له اول مره يتم فدي حاجه جميله ودي وحدت الفكر وحدت المفهوم بتاع الناس وان شاء الله باذن الله المرحله الجايه الاعضاء اعضاء جماعه 100 يحسوا ان في تطوير في اهتمام في عمل في تواجد مستمر وان شاء الله في النهايه بيعود على لمصلحه النادي ومصلحه الاعضاء. نشرف ان احنا اعضاء النادي الاهلي وشرف اكتر ان احنا نشتغل في النادي الاهلي. النادي الاهلي مؤسسه عريقه ان احنا ننتمي لها كان شرف عظيم. النهارده رئيس مجلس اداره النادي الاهلي حط خطوط عريضه علشان كل الاداره التنفيذيه تمشي معاها وهو طرق لنا وقال ان انا عايز النادي الاهلي هو 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 قال النادي الاهلي اول حاجه احنا واحنا عندنا النادي الاهلي اول حاجه. هي احنا مش بنقول كده بمجاملات احنا عندنا كمان جوانا النادي الاهلي اول حاجه بنعلم اولادنا كده كمان. ومن هذا المنطلق السيد المدير التنفيذي قعد شرح كل حاجة والفترة اللي جاية هنشتغل فيها ازاي واحنا بنديكم كل سبورت. النادي الاهلي رقم واحد، عضو النادي الاهلي رقم واحد. احنا من هذا المنطلق كأدارة تنفيذية النادي الاهلي رقم واحد، عضو النادي الاهلي رقم واحد. احنا كمان عايزين نكون ايه مديرين رقم واحد، إدارة تنفيذية رقم واحد تواكب هذا العصر والسريع. ما نشتغلش على رد الفعل، احنا عايزين نكون اولا بنسبق للحدث وللفعل وان شاء الله ربنا يوفقنا في ونكون تحت حسن نظام اعضاء الجمعيه العموميه ومجلس اداره النادي الاهلي. شكرا. طبعا دي مهمه شاقه بس هي في نفس الوقت مهمه جميله جدا. انا ابن النادي عضو النادي من ولادتي فجات لي الفرصه اخيرا ان انا اخدم النادي الاهلي. انا قاعد في النادي مش كعضو بس كمسؤول. طبعا العيوب اللي كنت بشوفها طول عمري هحاول ان شاء الله ان انا اعالجها وانا في الوضع المسؤوليه. الحاجات اللي فيها مزايا هعمل عليها ستريس اكتر بحيث ان انا انميها احسن بحيث ان احنا في الاخر نرضي عضو الجمعيه العموميه قبل ما نرضي نفسنا وقبل ما نرضي الاداره. طبعا بخصوص اجتماع النهارده ده تكليف يعني شبه رسمي من الكابتن محمود ومحمد بيه مرجان. ان شاء الله بالخطه الفتره اللي جايه ان احنا ننمي النادي كل النادي الفروع كلها. انا بالنسبه لفرع الجزيره احنا ان شاء الله ننميه بحيث ان هو يرضي كل اعضاء الجمعيه العموميه وننمي النادي ان احنا نبقى فعلا ما حدش يتكلم ان في نوادي احسن مننا. يعني مش عايز اتكلم ان في نادي الجزيره نادي هولوبس مع احترامي للنوادي دي احنا نمره واحد زي نمره واحد في الكوره ان شاء الله نبقى واحد اجتماعيا برضه. فان شاء الله ده البوليسي بتاعتنا ودي الاستراتيجي بتاعتنا الفتره الجايه اللي احنا نشتغل عليها مع كل التيم بتاعنا ونشتغل بتيم واحد وبروح الفنانه الحمر زي ما بيقولوا.
لسه مستمرين معاكم. نورني وشرفني الناقد الرياضي المميز بالجمهوريه والمعلق الرياضي ايضا المميز وصاحب الانفرادات في الارقام القياسيه الدكتور طارق الادوار. منور الدنيا. اهلا بيك يا كابتن ميدو، ومنوره بيك انت. عامل ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام الحمد لله. ما ينفعش بقى اسيبك غير لما تدينا انفراد كده بسرعه كده لجماهير النادي الاهلي. عايز انفراد يعني؟ طبعا عايز خمس انفرادات. في الاهلي ممكن يحقق فيما تبقى من الدوري خمس ارقام قياسيه تبقى في تاريخ الدوري. حلو قوي. فدي حاجه يعني ممكن جماهير الاهلي تنتظرها. يمكن ده لسه انا كنت هنشره الاول بس هو قلته في قناه النادي الاهلي. حظ انا شخصيا. فالخمس ارقام دي ممكن يحققها النادي الاهلي فيما تبقى من الموسم الحالي. طب اول حاجه انت عايزهم كلهم كده؟ طبعا طبعا يا دكتور، يعني فرصتي. اول رقم، اول رقم هو النادي الاهلي وصل الى 57 نقطه، وعايز اقول لك على ملابسات هذا الرقم عشان في ناس كتير بتتكلم على النقطه ديت والرقم القياسي يتحسب ازاي. تمام. في اتنين نوع من انواع الارقام القياسيه. تمام. في اي حاجه. تمام. الرقم القياسي المطلق يعني اقول ده اطول واحد، ده طوله مثلا 2 متر 18، ما اقولش بقى ده سنه اصل 20 سنه والتاني سنه 16 سنه، لا ده اطول واحد. هو في المطلق. ده في المطلق. تمام. واخد بالك؟ اعلى بغض النظر عن سنه كام، عن هو بيشتغل ايه، عن ايه، المهم ان هو في النهايه اطول واحد. تمام. فده بنقول ده الرقم القياسي المطلق. تمام. وفي الرقم القياسي النسبي. تمام. ان انا لما اقول انا عملت الانجاز ده عملته مثلا في قد ايه؟ في واحد عمل الانجاز ده في 10 سنين، فما بقول ان هو مثلا جمع 30 مليون في 10 سنين يبقى معدله انه جمع كذا، لكن واحد جمع 40 مليون في سنه يبقى الرقم القياسي النسبي هو اللي بتقسم الفتره على يعني الرقم اللي تحقق ده. تمام. فالرقم الاول هو رقم يخص اعلى عدد من النقاط تحقق في تاريخ الدوري، اللي هو 87 نقطه اللي عمله نادي الزمالك في موسم 2014-2015. تمام. نادي الزمالك مش ده افضل معدل للنقاط، لان نادي الزمالك عمل 87 نقطه من المتاح وهو 114 نقطه. تمام. ده الدوري الوحيد الاعلى في عدد النقاط المتاحه 114 نقطه. كان 114 نقطه. 114 نقطه ده اعلى معدل. هو خد 87 من ال 114. تمام. الرقم القياسي المطلق هو ده اعلى عدد من النقاط تحقق. تمام. لكن في الرقم القياسي النسبي اللي هو ايه؟ اللي مسجل للنادي الاهلي. اللي هو عمل النادي الاهلي 74 نقطه من 78 في الموسم التاريخي اللي من الصعب جدا تعويضه، اللي هو موسم 2004-2005. 74 نقطة من 78 نقطة. يعني النادي الأهلي فقط في الموسم كله أربع نقاط فقط من تعادلين. كانوا على المصري وإنبي 1-1 الماتشين، دول التعادلين الوحيدين، وكسب 24 مباراة. خلي بالك إن لما أقول هذا المعدل من النقاط في 26 مباراة ده معدل ضخم جدا. أكيد. لأن بعد كده الدوري الأعلى بقى اللي كان فيه 38 اسبوع اضرب 38 في 3 يطلعوا 114 نقطه. الزمالك جمع 87 بس من 114 فالعدد النقاط النسبي ده مسجل للنادي الاهلي تاريخيا. ده اعتقد ان هو كمان عالميا كمان، هو في حد عمل كده في عالميا كمان؟ ده رقم عالمي لانه نسبته تقريبا 93 وشويه في المية. فده رقم من الصعب جدا تكراره. اكيد. اما الرقم القياسي بقى اللي هو المطلق اللي هو 87، فالنادي الاهلي بامكانه تحقيقه السنه دي. ليه بقى؟ النادي الاهلي وصل الى 57 نقطه. 57 نقطه دول في كام مباراه؟ لعبوا ب 22 مباراه. 22 مباراه. فاضل له كام؟ 12 مباراه. بكام نقطه؟ 36. النادي الاهلي لو خد 30 من ال 36 دول يوصل لل 87. هتقول لي الله، طب ما 87 يعادل رقم الزمالك. عندئذ اذا هو عادل رقم الزمالك يشوف عدد الماتشات ان الاهلي عملهم في 34 مباراه ويبقى الزمالك عملهم في 38 مباراة، هنا يبقى الرقم القياسي المطلق والنسبي ايضا للنادي الاهلي. المطلق في هذا الموسم لو تحققه النادي الاهلي، والنسبي اللي هو مسجل باسمه طبعا اللي هو الرقم العالمي 74 نقطة من 78 اللي عملهم في موسم 2004-2005. جميل قوي. ادي اول رقم. انت عايز الباقي؟ اي طبعا دكتور. طيب. الجماهير مش هتسيبني لو انا سبتك. طيب. النادي الاهلي سجل لغاية مباراة المقاولين 50 هدف في 22 مباراة. تمام. بمعدل يزيد عن الهدفين في كل مباراة. تمام. أعلى عدد من الأهداف سجل في دوري نظامي، في دوري رايح جاي بس، مسجل للنادي الأهلي 69 هدف والترسانة 69 هدف. تمام.
دول ايه في موسمين مختلفين. تمام. الاهلي 69 هدف بتوعه جابهم في موسم 2074 75 والترسانه عملوا في موسم برضه 63 64 بس الترسانه لعب في ذلك الموسم دوره رباعيه نهائيه. تمام. سجل فيها فوصل الى 71 هدف. فال 71 هدف دول اصبحوا الرقم القياسي المطلق اللي بيسجله فريق في موسم واحد متكامل بصرف النظر عن عدد المباريات. عن عدد المباريات خلاص ده رقم مطلق. ال 71 هدف دول والنادي الاهلي جاب كام؟ 50 يبقى فاضل كام؟ فاضل 21 هدف. ال 21 هدف دول النادي الاهلي فاضل له كام؟ 12 مباراه. لو معدل النادي الاهلي في التهديف اللي هو 2 هدفين وشويه في كل مباراه، هدفين و2 و10 تقريبا نادي الترسانه، لو جاب هدفين بس في كل مباراه في 12 مباراه هيبقى يجيب 24 بالظبط، هيتفوق على الرقم القياسي ده. وده الرقمين الوحيدين الباقين خارج النادي الاهلي للانديه الاخرى. كل الارقام الثانيه بتاعت النادي الاهلي ما شاء الله، بس الرقمين دول زي ما قلت هم الرقمين في طريقهم للكسر. في طريقهم للكسر السنه دي زي الفل. ده كده رقمين، 2 3. طيب عدد الانتصارات ده رقم بقى مسجل اصلا للنادي الاهلي. عدد الانتصارات اللي حققها نادي على مدى موسم كامل 26 انتصار، ده أكبر عدد من الانتصارات. عملوا ناديين، عملوا الأهلي وعملوا الزمالك. بس الأهلي عملوا في موسم 74 75 اللي هو لما خد من 34 مباراة، اللي هم لو خدنا 74 نقطة من 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 78 نقطة. لا مش الموسم ده، لا غيره. في موسم 74 75 عمل 26 انتصار. تمام. لأن الموسم اللي أنت بتتكلم عليه موسم 2004 2005 كانوا كل المباريات أصلا 26 مباراة. تمام. فالنادي الأهلي فاز منهم ب 24. تمام. النسبة فوز، نسبة الفوز 24 من 26 دي النسبة الأعلى. تمام. مش ممكن تتحقق يعني، صعب جدا يعني. استحالة. يعني متخيل مثلا إن فرقة هتعمل 32 انتصار من 34؟ ما استحالة. صعب قوي، صعب قوي 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 يعني. فال 26 انتصار دول عملهم الأهلي في موسم 74 75 وعملهم الزمالك بس من 38 مباراة في موسم 2014 2015. تمام. 26 انتصار. تمام. النادي الاهلي قدامه كام على هذا الرقم؟ 12 مباراه. هو لا، هو فايز في 18. عشان يوصل لل 26 قدامه فاضل له 8 ماتشات. 8 من كام باقيين له اصلا؟ 12. من 12 مباراه. لو فاز بثمان مباريات من ال 12 مباراه يعادل الرقم القياسي. اي فوز زياده ينفرد النادي الاهلي بالرقم القياسي المطلق، ينفرد النادي الاهلي على النادي الاهلي، على النادي الاهلي والزمالك اللي هو متساوي. بس طبعا الزمالك في عدد مباريات اكتر. تمام. ادي ثلاث مرات الفوز. اوكي. أربعة. الرقم القياسي بقى الرابع، ان النادي الاهلي مسجل له انه هدافيه فازوا بلقب هداف الدوري 11 مره، 10 مرات، 10 مرات. اخرهم طبعا كان النجم الكبير طبعا فلافيو. فلافيو لما فاز برقم معادل لإرنست بابا اركو في المباراه اللي انتهت بمباراه فاصله بين النادي الاهلي والاسماعيلي. تمام. ساعتها فلافيو جاب جول في المباراه الفاصله مع الاسماعيلي وتساوى مع بابا اركو في 16 هدف. منذ هذا اليوم 2008 2009 لم يفز النادي الاهلي بلقب الهداف. لقب الهداف خرج من لاعبي النادي الاهلي منذ ذلك التاريخ. طبعا اخر فوز منفرد كان فلافيو برضو في موسم 2006 2007. النهارده وليد ازارو متساوي مع جون انتوي لاعب نادي الاسماعيلي، ومتساوي ايضا مع عمر السعيد لاعب نادي وادي دجله الحالي واللي كان قبل كده في نادي الانتاج. انتوي لاعب المقص الحالي وانتوي لاعب المقص. تمام. فدول 12ات وليد ازارو بمعدلاته التهديفيه اللي شغال بيها يتفوق شويه على الاثنين التانيين، لان هو سجل اهدافه. طبعا وليد ازارو بيلعب على طول، بس معدلات اهدافه في الفتره الاخيره بقت ازيد منهم. هم ثبتوا يعني زد. هم كانوا كان عمر السعيد 11 وكان لسه وليد ازارو 5 و6 وبعدين وصل جون انتوي ل 12 فكان لسه المعدل التهديفي تحت شويه، واخد بالك؟ فده وصل. لو فاز وليد ازارو بلقب الهداف هيبقى المره ال 11 ويبقى رقم قياسي لعدد مرات الفوز بلقب الهداف في تاريخ الدوري 11 مره. زي الفل كده. ناخد ناجل الخامس ده لغايه لما ناخد النجم الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بنادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك كابتن سيد. استاذ رحمين تحياتي ليك والكابتن.
منور الدنيا. الله يسلمك. احنا صحيناك من النوم يا كابتن ولا ايه؟ لا لا صحيت. مش متعود على الصوت اللي هو النايم ده يا كابتن سيد، في حاجه طيب؟ لا لا الحمد لله. يعني كله تمام وزي الفل؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ولا انت بتحسسني ان انت تعبان عشان ما كترش الاسئله؟ لا يا سيدي مفيش حاجه والله. اهلا بيك اهلا بيك كابتن سيد. انا بيعجبني كابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه في انه انا بسميه صديق الاعلام. يعني ايه؟ هو بيعمل زي اوروبا. دي حقيقة. ازاي بقى؟ دي حقيقه. النادي الاهلي مش لما يخسر تهرب وتقول لا مش هتكلم، لا بتتكلم، بتقول ان ده اسباب الخساره واحنا هنعالج ده وهنعمل ده. فالرساله الاعلاميه اللي بتوجه من المدير الفني او من مدير الكوره او من الشخص المسؤول هي اقرب رساله توصل للجماهير. بالزبط. ما تستناش ان الناس تجتهد. بالظبط. لا بتقول اللي انت عايز تقوله. هو كابتن سيد عبد الحفيظ حاجه مشرفه فعلا يعني، وكلامه بقى في محله وكلامه عارف بيقوله في ايه، ما شاء الله عليه يعني. ان شاء الله مش هحسد يا كابتن سيد ما تخافش. يا الله يكرمك. يعني كابتن سيد الحديث الشارع، حديث الشارع الجميل الاهلاويه عبد الله السعيد واحمد فتحي، اعتقد ان حضرتك يعني معانا في مناسبه، فاعتقد كمان بتتكلم بمنتهى المصداقيه عشان الجماهير تبقى معانا في قلب الحدث. بص يعني دايما الحاجه عندنا بتتاخد بهدوء، الموضوع ما فيهوش لا ضغوط ولا فيها نوع من العصبيه ولا التوتر ولا حاجه، بالعكس يعني احمد وعبد الله من الناس طبعا ركاز الاساسيه على الناس او الناس اللي هي لها تاريخ كويس ولها بصمه كويسه ولا غنى عنها. تمام، دايما بناخد الموضوعات التجديدات او تمديد اللعيبه اللي بتنتهي عقودها او قربت تنتهي عقودها بمنتهى الهدوء، وفجاه بتعمل يعني الامر مش هيبقى مختلف يعني. بالعكس يعني انا زي ما قلت عملوا زي ما حسام عاشور عمل، زي ما الشيخ اكرم عمل وخالد الوحيد وكان معاهم محمد هاني وباسل علي، فبتلاقي فجاه كده بتعمل يعني. لكن ضغطه المباريات وقرب المباريات المسافه الزمنيه القليله ما بين المباراه والثانيه واهميه المباراه بعد المباراه وقربك من الدوري، فبتخلي الدنيا ساعات تقرب شويه وبعدين نوقف الموضوع ونكمل يعني. ان شاء الله الرحمن على وقت قليل، مش عايز اقول دلوقتي كتير، ان شاء الله الرحمن هنتم الاعلان عنها، وان شاء الله الرحمن هنبقى بنقول للناس كلها ايه اللي حصل يعني. لكن يعني الناس بتجتهد طبعا وعلى عين وراس، مش مشكله خالص، وطالما انت شرف النادي الاهلي والنادي الاهلي طبعا ماده اعلانيه كبيره جدا لكل الناس. اكيد يا كابتن، اكيد. سواء كانت الو اكيد سامعك اتفضل. سواء كانت المرئيه او المسموعه او المقروءه، هو ده طبيعي يبقى فيه اجتهاد ولا حاجه، وده ما بيتعداش خالص يعني. بالعكس انا اهم حاجه بالنسبه لي او الامر اللي انا مقتنع بيه تماما يعني تماما في كل الاوقات، ان طالما الامور الداخليه مستقره والدنيا كويسه ما فيهاش اي مشكله خالص داخليا، مفيش اي مشكله من اي نوع من اي هتواجهك يعني. لكن ببدا انا لو في اي حاجه ممكن تبقى في الاطار الداخلي يعني. لكن الحمد لله رب العالمين، بالعكس لعيبه كويس عارفه الهدف اللي هي عايزاه، لعيبه كويس بتعرف تفصل ما بين المباراه والثانيه، ما بين الدوافع والخاصه بالدفاع والخاصه بلقاء اخر، او الدوافع اللي مطلوبه من مرحله لمرحله، او حتى الدوافع اللي بتنقلها من بطوله لبطوله. فدي كلها بتساعدها شخصيات اللعيبه وطريقه تفكيرهم. اكيد يا كابتن سيد. وكمان ما شاء الله يعني عبد الله السعيد واحمد فتحي يعني في قمه التالق بتاعهم، فده دليل ان الدنيا ماشيه في اطارها الصحيح. الحمد لله رب. الحمد لله. كابتن سيد قبل ما اسالك عن مباراه الاهلي والمقاولين القادمه، مباراه صعبه في ظل ان احنا اللاعبين لسه مع المقاولين يعني ما كملناش يومين ثلاثه وكسبنا كمان 3-0، فالموضوع هيبقى صعب بالنسبه للنادي الاهلي في دوافع لعيبه نادي المقاولين، لكن النادي الاهلي متعود على كده. قبل ما اسالك السؤال ده عايز بس اخدك في حته كسره جاهزيه اللاعبين، بتقابلها ازاي كمدير كوره؟ العكس دي حاجه ايجابيه جدا يعني. لكن انا دايما بقول المباريات الطويله او البطولات الطويله، اسف، البطولات اللي هي ممتده يعني، عايز لعيبه كتير قريبه من بعض، عارفه المسافات ما تبقاش بعيده، والفريق اللي يملك ده هو الاقرب للحصول على اللقب، والفريق اللي ما عندوش ده بيبقى الدنيا صعبه بالنسبه له جدا يعني. يعني البطولات المرتبطه بيوم واحد او فتره زمنيه قليله زي الكؤوس او بطوله السوبر ولا حاجه، بترتبط بشكل كبير جدا الاحداث اللي قوي ظروفها، فمباراه فيها بطوله احداثها ما تخدمكش او حاله التوفيق ما تكونش معاك، او تحصل احداث مثلا مغيره لحالتك مثلا ولا حاجه، ما تقدرش تلم نفسك بشكل كبير قوي عكس الدوري. الدوري فيه كل الظروف، في حالات بتمر بيها وفي عدم توفيق بتمر بيه وفي اصابات بتمر بيها ومواقف او ازمات او فكل دي ظروف كتير قوي بتمر بيها، فلا بد ان يكون عندك مسافه قريبه جدا ما بين اللاعب والاخر، وجاهزيه اللاعب والاخر تكون موجوده يعني. وده اللي موجود عندنا في النادي الاهلي، بالعكس احنا عندنا كل المجموعه ايا كان الوضع يعني. عندنا بوزيشن
عانى كتير جدا جدا من فتره الاصابات قلب الدفاع رامي ربيعه. اه طبعا ده كان سؤالي اللي جاي لحضرتك بس حضرتك طبعا اتكلمت فيه اتفضل. او محمد نجيب او محمد هاني او ايمن اشرف كلهم اتعرضوا لاصابات، لكن الكل اللي بيأدي عندنا ثقه كامله فيه. والفرقه مجموعه على فكره، يعني الناس يعني ممكن اكون غلطان في تقييمي، يعني تسال دكتور طارق او الناس كلها المختصه في كره القدم، يعني الموضوع مش موضوع حاله هجوميه وخلاص، يعني فكر بطل في الكوره اكيد، يعني الفرقه اللي هتملك احسن لعيبه في العالم حتى اكيد يعني على المستوى المهاري وكده، لكن التوتال بتاعها او المجموعه بتاعها مش هي كتله واحده بتعرف تدافع كويس، بتعرف تهاجم كويس، بتعرف لما الكره بتتقطع منها بتعرف ازاي تستخلصها، كل واحد البوزيشن بتاعه له الدور بتاعه الدفاعي. من اكبر راس في العالم اللي هو ميسي عنده واجبات دفاعيه بيقوم بيها، مش بالضروره تبقى بالشكل اللي بيقوم بيه مثلا واحد ديفندر او واحد سنتر باك او واحد اشتراكاته بتبقى عنيفه جدا، لا طبعا، بس تمركزه في المكان الصحيح او تواجده في المكان الصحيح الدفاعي هو ده دور دفاعي. فاعتقد ان الناس لابد انها تعرف كده، الكتله الواحده هي اكثر حاجه بتميزها سواء على مستوى الدفاع او المستوى الهجومي. تمام يا كابتن، يعني انا بحب طبعا كل الاسئله اللي بسالها حضرتك دي اسئله رجل الشارع الاهلاوي، والجماهير عايزه تطمن من حضرتك من كل حاجه. يعني مباراه المقاولين حضرتك متخوف منها من ايه بالظبط تحديدا، او ايه اللي قلقك منها في ظل الحاله اللي كان طالع بيها نادي الاهلي المقاولين كسبان 3-0، حاله جميله جدا، لعيبه متالقه ما شاء الله، اكيد المقاولين مش هيبقى خصم هستان بهذه المباراه تحديدا، اكيد هيبقى عندهم دوافع مختلفه، خايف من ايه؟ لا بالعكس، مش مساله خايف، لكن كل مباراه انا مقتنع بده، لسه بقول لك كده، يعني في مباراه بتبقى مرتبطه بالاحداث بتاعتها، يعني دايما دايما انا بقول سهوله اللقاء في احداثه وظروفه، مش في اسمائه، ممكن تواجه فرقه اسمها كبير جدا في عالم الكوره، لكن الظروف تخدمك انت، وفي يبقى حليفه كده، وحاله لعيبك تبقى حاله لعيبتك اللعيبه اللي عندك حالتها بشكل كويس، بالعكس ممكن يبقى موجود في الفرقه الثانيه. فظروف المباراه ليك وعليك، يعني الظروف دي ممكن تخدمك او ظروف ممكن ما تخدمكش، زي ما بيقولوا كده، في حتى في اللقاء الواحد بيبقى في نقطه تحول، بالظبط بالظبط، ممكن تبقى لصالحك وتبقى لا قدر الله عليك. لكن انا بقول لك ان المباراه صعبه بالتاكيد، مباراه في منتهى الاهميه بالنسبه لنا، دوافعنا لازم تكون اكبر، احنا محتاجينها اكتر، احنا عايزين نكسب اللقاء بشكل كبير قوي 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 قوي، يعني احنا يعني من الفرق اللي هي ما بتتحطش في فخ التغامات اللي في الشارع، بالظبط، يعني ده مش مظبوط في الكوره خالص خالص، العمليه قريبه جدا، وخصوصا الموسم ده فترات الزمنيه اللي موجوده اللي هي اسبوعين مثلا 15 يوم يشوفها الناس كتير، لكن في الدوري اللي احنا فيه ده او يشوفها الناس قليله، في الدوري اللي احنا فيه ده كتيره جدا، يعني ممكن تفرق 15 يوم تلعب اربع خمس مباريات، اربع خمس مباريات انت بتتكلم في 15 نقطه، ده كتير جدا، يعني فاحنا مش عايزين نقع في فخ النغمه اللي فاتت في الشارع، لا الدوري لسه بدري، واحنا محتاجينه، واحنا محتاجينه بشكل كويس، ولازم نحضر كويس، ولازم نشتغل كويس، ونشتغل على نفسنا بشكل كويس قوي، ونعرف ان الواجب بتاعنا محدش يعمله الا احنا، واحنا عندنا واجب لازم نأديه لحد اخر لحظه، ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون عند حسن الظن، وان شاء الله الرحمن نأدي مباراه كويسه ان شاء الله، ويكون التوفيق حديثنا باذن الله. دايما دايما بحرق لي الاسئله، بتحرق لي الاسئله دايما، مش عارف اجيب لك اسئله من فين. كنت هقول لك بتقول ايه للعيبه، بتحفزهم ازاي في ظل الحاله اللي موجوده في الشارع؟ الدوري خلاص في الاهلي، بس حضرتك طبعا جاوبت على السؤال، حاجه نموذجيه ما شاء الله عليك كابتن سيد. يعني طمني على رامي ربيعه تحديدا. رامي يعني جالنا تقرير من الدكتور خالد، كان مسافر معاه وقعد معايا ومع كابتن حسام وقال لنا حالته، هي نفس التشخيص اللي قاله هنا، يعني وطبعا نزلت العضله الضمه وهو في حاله التئام جزئي لحد دلوقتي، وهيقعد هناك ثلاث اسابيع او اكثر من كده بشويه، هيعمل برنامج هناك، وبعدين هيكمل ان شاء الله الرحمن 10 ايام هنا باذن الله او اسبوعين، وبعدين هيخش في التدريبات الجماعيه. مش هنستعجل على رامي خالص، بالعكس احنا في ظهره مقتنعين تماما باذن الله ان مفيش اي حاجه، لكن يعني احنا عايزين نتاكد من سلامته 100%، حتى احنا كنادي اهلي مش كجهاز فني بس، يعني كمنظومه اهلاويه كلها، يعني احنا عندنا دايما سلامه اللاعب هي الاهم، يعني عارفين التشخيص ومتاكدين منه، لكن في حته نفسيه في فترات معينه بتفرق مع لاعب كره القدم، يعني اعتقد ان دي كانت مطلوبه، وهو ان شاء الله الرحمن يرجع بشكل كويس باذن الله. تمام كابتن سيد، استاذنك دكتور طارق عايز بس يسال حضرتك سؤال. دكتور كابتن سيد، طبعا انا عايز اسالك على حاجه انت اتكلمت عليها في وسط الكلام، اللي هي طبعا المركز المشكله بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره الاخيره اللي هو قلب الدفاع، اللي يعني الحقيقه يعني عارف حتى الظروف الصعبه اللي مر بيها النادي الاهلي ولدت
ان ايمن اشرف اللاعب اللي هو اصلا باك ليفت تالق جدا في مركز قلب الدفاع. ايه المخطط؟ طبعا خلاص انتهت الانتقالات الشتويه، بس هل النادي الاهلي بيفكر بقى في هذا الدعم عشان بطوله افريقيا خلال فتره الانتقالات الصيفيه القادمه بعد انتهاء الموسم، وان اللعيبه اللي هتضاف بقى للقائمه الافريقيه لان المشوار الافريقي هيكون طويل جدا؟ بص يعني احنا دايما بنبص طبعا لبكره وبنبص لاولوياتنا وكل حاجه واحتياجاتنا، لكن برضو الكره فيها متغيرات كتير جدا يا دكتور طارق. احنا عندنا اثنين عنصرين مهمين جدا في المجموعه دلوقتي اتضافوا لينا، اللي هو محمد عبد المنعم ده عنصر شاب كويس بشكل كويس قوي في المكان ده من مواليد 99 وبيتمرن معانا بقاله فتره، وفي كمان محمود الجزار وده موجود معانا. تمام، يعني لازم تبص عليهم والفترات اللي جايه ممكن يبقى ليهم تواجد سواء كان معانا او مع قطاع الناشئين لان هم تحت السن كمان، فحتى في مباراتهم مع قطاع الناشئين انت بتتابعهم وتشوفهم وتبص عليهم. مظبوط. فالكوره فيها زي ما فيها ثوابت فيها متغيرات، قد يحدث الجديد في الفتره اللي جايه الشهرين اللي جايين او الثلاثه اللي جايين تلاقي نفسك فتره الانتقالات او الفتره الصيفيه تقول لا انا مكتفي، عندي مجموعه من صغار السن، محمد عبد المنعم، محمود الجزار، عندي رامي ربيعه، عندي سعد سمير، عندي ايمن اشرف، عندي موجود كمان محمد نجيب، في محمد هاني، على حسب الحاله بتاعت المجموعه دي كل تقدر تقيد بشكل كويس قوي. لكن انا مش عايز استعجل في ايه اللي ممكن يحصل في الصيف قبل ما اشوف في ثلاث شهور جايين، ثلاث شهور دول لسه 12 مباراه في الدوري، لسه في خمسه في الكاس، ولسه في اربعه على المستوى الافريقي. لو انت يعني بتشير ان افريقيا ما فيهاش قيد للمجموعه اللي انا ذكرتها باستثناء نجيب وسعد سمير ومحمد هاني وايمن اشرف، لكن يعني مش عايز اسبق الاحداث الا اقيم التجربه بشكل كويس قوي واقول الاحتياجات اللي انا عايزها بشكل كويس. حتى بعد كده يعني الناس كتير جدا 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 بتقعد تتكلم على ممكن صفقه تكون غاليه. انا افضل ان انا اجيب صفقه غاليه بس محتاجها افضل ما اجيب 7-8. تمام؟ اكيد يعني وما يكونش فيها ممكن يكونش احتياج كامل ليه، لكن خلينا ناخد التجربه اللي هو الكيف مش الكم. افضل كده نقيم صح يعني بعد الفتره الزمنيه يعني بعد شهرين او ثلاثه من دلوقتي تقدر تقول احتياجاتك بالظبط للسنه الجايه ان شاء الله. كابتن سيد عشان طولت عليك اخر سؤال اساله لك، كلمه لجماهير النادي الاهلي في ظل اجتماع اتحاد الكره غدا برؤساء الانديه يعني علشان عوده الجماهير والحاجات اللي بنسمعها بقالنا كتير، كلمه لجماهير النادي الاهلي بس. بص يعني الشكل الجماهيري والتواجد الجماهيري مختلف يعني مهما كانت سخونه اللقاءات وحلاوتها ومتعتها ولكن تضيف اليها العنصر الاساسي والرئيسي اللي هي تلعب الكرة عشانه اصلا، اعتقد ان الامر بيبقى مختلف يعني. فاتمنى العوده بشكل كويس، لكن اتمنى مع العوده تمام كل واحد يبقى عارف التخصصات بتاعته بما فيها الجماهير. يعني مش عايزين نقول كلام بس يبقى كلام حلو وجميل وكل حاجه، لكن في نفس الوقت يبقى غايب في الوعي. يعني ما فيش ادنى شك ان الناس كلها عايزه عوده الجماهير كمسؤولين او امن او جماهير نفسها او اعلام او لعيبه او كل الناس عايزه عوده الجماهير، لكن كل واحد يبقى عارف الدور بتاعه يعني. تمام، يعني في اطار منظم بشكل كويس، الحته الامنيه، الحته التوثيقيه، المسؤوليه اللي على عاتق او على اكتاف كل الناس، كل واحد ياتيها يعني. اتمنى عودتهم في اقرب فرصه ممكنه، وخصوصا كمان احنا كمان كنادي اهلي اكثر فرقه يعني متضرره من عدم وجود جماهير. أكيد. اكبر شعبيه. أكيد. فبالتالي وجود اكبر عدد من الجماهير مع قوتك يدي لك قوه اكثر بكثير جدا من اللي انت عليه. كابتن سيد كل التوفيق ليك شخصيا وكل توفيق النادي الاهلي، اكيد يعني مستني منكم اكتر من كده وكل الارقام تكسروها ان شاء الله. كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بنادي الاهلي، شكرا جدا على هذه المداخله. أنا مش ناسي الانفراد الخامس بس كلام واقعي. بس طبعا كلام واقعي، بس أنا عايز أضيف حاجة بس هقول لك عليها، يمكن أنا ناقشتها في أحد مقالاتي الأخيرة وكان ليها رد فعل جامد جدا، لأن إحنا نمر بأصعب فترة كروية من دلوقتي، إحنا في شهر فبراير حتى انتهاء الموسم بتاعت 2018-2019 هي أصعب فترة ربما في تاريخ الكرة المصرية. ليه؟ من حيث اول حاجه ان انت اكتر عدد من الارتباطات، انا حسبت من بدايه الموسم ده وحتى نهايه الموسم الجاي يعني على مدى موسمين متتاليين
هيوصل عدد الارتباطات بتاعه اللاعب المتميز. دايما بقول اللاعب المتميز اللي هو لعيب مثلا زي عبد الله السعيد، زي احمد فتحي، موجود في الاهلي بيلعب كل الماتشات، بيلعب دوري وكاس وسوبر محلي، بيلعب بطوله افريقيا وقوام المنتخب، بيلعب بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، بيلعب مع المنتخب كل الماتشات. فاللعيب اللي هو السوبر اللي بنقول عليه ان هو لعيب متواجد في كل الارتباطات، يوصل عدد المباريات بتاعته لقرابه ال 130 مباراه في موسمين، تقسمهم على اثنين يطلع حوالي 65 مباراه في الموسم. كتير قوي، ده عدد ضخم جدا ما وصلوش في اي وقت اي لاعب محلي بيلعب في الموسم المحلي. غير الارتباطات اللي هي الدوري والكاس والسوبر، عندنا بطولات افريقيا. بطولات افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي تساوي 14 مباراه اذا نجح في الوصول ان شاء الله للمباراه النهائيه واعاد اللقب لمصر. عندك انت كمان الارتباطات مع المنتخب، في مباريات وديه مع المنتخب، في ثلاث مباريات على الاقل في كاس العالم في المجموعه ان لم يزد عن ذلك باذن الله اذا نجحنا في التاهل الى الدور الثاني. عندك هيكون للمنتخب في نهايه العام الحالي خمس مباريات في تصفيات كاس الامم 2019. عندك لو المنتخب نجح ان شاء الله في الوصول لنهائيات كاس الامم، هيلعب في نهائيات كاس الامم اللي هي هتكون لاول مره في الصيف القادم اللي هي بعد انتهاء الموسم. يعني هيتلاحم بيها الموسم دوت ببطوله افريقيا اللي هتقام ان شاء الله في شهر يونيو ويوليو من 2019. فشوف بقى كم الارتباطات لو تجمعهم كده مباراة بمباراة، عدد مباريات الدوري زائد عدد مباريات الكاس زائد السوبر زائد افريقيا زائد الودي للمنتخب زائد كاس العالم زائد تصفيات كاس الامم 2019 زائد نهائيات كاس الامم الافريقيه 2019. هذا الكم الضخم من المباريات يتطلب فعلا ان زي ما قال الكابتن سعد عبد الحفيظ من شويه ان يكون النادي جاهز بعدد كبير جدا من اللعيبه، صف اساسي وصف احتياطي وصف احتياطي الاحتياطي كمان. يعني لازم يكون عندك في كل مكان مش اتنين، لا ده تلاتة واربعة زي ما حصل كده. وشفنا النادي الاهلي السنة دي اضطر ان يستعين حتى برابع لعيب في المركز، مش الاول ولا التاني ولا التالت. فبالتالي دي نقطة مهمة جدا واحنا بنتكلم في هذه الفترة الحرجة من الموسم. اكيد اكيد، يعني ضغط المباريات فعلا زي ما حضرتك بتقول ملك الاحصاءات ما شاء الله ما شاء الله. يعني يا دكتور قول لي بقى الانفراد الخامس، انت عايز دلوقتي الخامس؟ طيب هقول لك الرقم ده يمكن محدش دعبس عليه كده خالص. المواجهات اللي بين الاهلي والزمالك، النادي الاهلي عمل قبل كده والزمالك عملوا ثلاث انتصارات متتاليه كلاهما على الاخر. النادي الاهلي عمل الثلاث انتصارات متتاليه دول اللي هما لقائين ذهاب وعوده الموسم الماضي ولقاء الذهاب الموسم ده. اللي قبليهم على طول كان تعادل لو تفتكر، اللي هو نهايه موسم 2015 2016 2016 2017 فاز النادي الاهلي 2-0 و2-0 ثم فاز بلقاء الذهاب اللي هو 3-0 في نهايه الدور الاول. تمام كده وصل النادي الاهلي زيه زي ما عمل النادي الاهلي مرتين قبل كده، ودي الثالثه، انه يعمل ثلاث انتصارات متتاليه في الدوري. الزمالك عمل الثلاث انتصارات متتاليه دول مرتين بس، انما النادي الاهلي عملهم ثلاث مرات. انما النادي الاهلي او الزمالك او ما فيش حد منهم عمل اربع انتصارات متتاليه، بنتكلم على الدوري بالزبط. خلي بالك الاربع انتصارات متتاليه النادي الاهلي عملهم مرتين قبل كده ولكن في البطولات المختلفه. تمام. عملهم في الدوري في اللي هو كان ذهاب وعوده موسم 2004 2005 وبعدين بطوله افريقيا ذهاب وعوده في الدور قبل النهائي اللي هم لا دول ما كانش سوبر افريقيا، كان ذهاب وعوده في الدوري وبعدهم اللي هم الاثنين سيمي فاينل بتوع دوري ابطال افريقيا 2005 اللي هم 2-0 و2-1. فعمل اربع انتصارات متتاليه وعملهم برضو اربع انتصارات متتاليه مره ثانيه لما فاز في الدوري ذهاب وعوده وفاز بالسوبر المصري والسوبر ولقاء الذهاب في بطوله افريقيا اللي هو كان 2-0 و2-1 مباراتين متتاليين كان بينهم اسبوع. فعمل اربع انتصارات متتاليه في البطولات المختلفه، لكن في الدوري ما فيش اربع انتصارات متتاليه. لو عملها النادي الاهلي وفاز على الزمالك في الدور الثاني هيبقى اول مره في التاريخ ان فريق يفوز على الثاني اربع انتصارات متتاليه. دي ما حصلتش ابدا. ماليش دعوه الدكتور طارق هو اللي بيقول. عشان انا بتكلم على الاهلي والزمالك في ناس بتزعل، يعني محدش يتكلم معانا بقى يا جماعه. الدكتور طارق هو ملك الاحصائيات ودايما بيبقى منفرد باحصائياته او متفرد باحصائياته. الاهلي ان شاء الله يكسر الدنيا من حيث النقاط هذا الموسم ومن حيث الاهداف ومن حيث الهدافين ومن حيث مرات الفوز ومن حيث مكسب غريمه التقليدي نادي الزمالك. في سنين ضوئيه عشان بقى تتكلموا معانا بقى معلش.
اللي بتقول انت اللي يعني. لا بص انا عايز اقول لك حاجه، هي لغه الارقام دائما لا تكذب. يعني انت بتيجي تقول الرقم ولا تتجمل. لا يعني عشان بقول لك مثلا بمناسبه الرقم الاول بتاع عدد النقاط المطلق، ان ناس كتير جدا على الفيسبوك وبتبعت لي وتقول لي ازاي ده الاهلي هو اللي عامل اكبر نسبه. ما هو في نسبه، ما ده رقم وده رقم، في المطلق وفي النسبي. النسبي للاهلي، المطلق مش للاهلي، المطلق اللي هو ماليش دعوه. يعني انا لما اقول البرازيل اكتر فرقه مثلا سجلت اهداف في كاس العالم، طب ما البرازيل اللي لعبت هي الوحيده اللي لعبت كل البطولات بالظبط، فده رقم مطلق ملوش دعوه بقى ان انا اقول ايه. لو حسبت بقى مين اعلى نسبه اهداف ده موضوع تاني بالظبط. بس احنا خلاص احنا قريبين ان احنا بقى في المطلق والنسبي. بالظبط. خلاص كده ما شاء الله نمسك الخشب. طيب لسه مستمرين معاكم، نطلع نشوف تقرير عن مديري الاهلي الجدد اداريا ونرجع لحضراتكم على طول. اولا انا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي على راسهم الكابتن محمود الخطيب ومعالي الوزير العام لبيه فاروق وخالد بيه الدرندلي على اختيارهم ووضع الثقه فينا في المرحله اللي جايه للنادي الاهلي. بالنسبه للاجتماع النهارده، المدير التنفيذي للنادي الاهلي كان كل توجيهاته العمل بروح الفرن الحمراء. ده مش معناه روح الفرن الحمراء في ماتشات الكوره فقط او فريق الكوره بس، التيم ورك كله لازم يكون من خلال منظومه لرفع اسم النادي الاهلي اكتر واكتر، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نكون قد المسؤوليه. الشرف لينا الاول ان احنا يعني بقى نخدم في مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي، وان شاء الله دي اداره مستحدثه جديده على اساس الامن العام. اصلا بنشكل شكين، امن اداري وامن صناعي. الامن الصناعي ابتدى اهتمامه بيه في جمهوريه مصر العربيه عموما من سنه 91، والامن الصناعي ده اللي هو يعتبر اهم حاجه في موجوده في جميع المنشات والمؤسسات، اللي هو بيبقى حمايه الجميع الارواح كافراد وكمنشات ومنشات سواء جميع الافراد. ونفس الكلام الامن الصناعي هو الاساس في حمايه الارواح من مخاطر الحرائق او المخاطر اللي هي بتواجه اي كوارث موجوده او المنشات نفسها، طريقه الاخلاء بتاعه الافراد سواء كانت بالنسبه زي نادي كبير زي نادي الاهلي، الافراد ازاي تخرج من المخارج معينه، كل ده بتبقى تحت حمايه الامن الصناعي. فالامن الصناعي للاسف كان بقاله فتره يعني الناس ما فيش اهتمام بيها، فيعني طبعا مجلس الاداره قرر ان هو يستحدث هذه الاداره، اداره الامن الصناعي، بحيث ان شاء الله يبقى نكون عند حسن ظنهم طبعا، ونعمل جميع المجهود اللي يوافي الكلام دوت، وجميع طبعا المتطلبات اللي هنطلبها ان شاء الله هتستجاب، وان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله طبعا اوجه الشكر على مجلس الاداره لان فيهم اولهم كابتن محمود الخطيب على الثقه الجميله اللي اداها لي. طبعا انا ابن النادي، انا متربي هنا انا وعيلتي كلها، فطبعا كان حلم ان انت تخدم في كيان زي النادي الاهلي، فطبعا هي مسؤوليه صعبه ومش سهله زي طبعا بجانب اللي انت اصلا اساسا في متربي في النادي، فانت رؤيتك اكيد هتبقى مختلفه. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكون في تطور سريع، نكون قد المسؤوليه باذن الله، ونخدم الكيان ان شاء الله للاحسن للقدام باذن الله ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم منورني ومشرفني الدكتور طارق الادوار. انطباعك يعني الشكل العام، يعني حسيت بايه كده في الشكل العام كده؟ حاسس ان في وزراء وفي حاجه كده مظبوط. بص انا هقول لك على حاجه بكل امانه، ودي مش خافي على رجل الشارع، يعني الكلام ده اللي بنقوله الناس شايفاه. اداره النادي الاهلي فيها صفه للاسف لو هي طبقت على الجميع يعني مؤسسات الدوله احنا ممكن نوصل لمرحله تانية خالص. ايه هي الاساس؟ عارف ايه اكبر صفه للمؤسسه المحترمه؟ انك ما تحسش ان الاداره اتغيرت. يعني انت الاهلي بيلعب في البطولات والفولي بيلعب والباسكت بيلعب والتايكوندو، وجا مجلس اداره جديد والدنيا ماشيه زي ما هي. يعني تلاقي اللي بيلعب بيلعب والهداف هداف والاداره هي والمدربين شغالين، الدنيا ماشيه مفيش حد عايز يقول انا موجود. تيجي الاداره الجديده تعمل ايه؟ مش يقول لك هد المعبد على اللي فيه وبعدين ابدا من جديد. لا بالزبط. بتعمل ايه؟ بتبتدي تشوف ايه النواحي. انا وصلت لغايه هنا للاسف الشديد كل مؤسسات كتير قوي الرياضيه بالذات، يعني تلاقي الاتحاد جه، الاتحاد يعمل ايه؟
جه الاتحاد الجديد عارف انس في حمامك القديم، انس في اللي كل اللي موجود ويبدا من الصفر. يعني ايه يبدا من الصفر؟ يعني عليه ان هو يطلع الاول عشان يوصل لمكان وبعدين يكمل اذا اراد التطوير. فعلى ما يطلع للنقطه اللي هو وصل لها يكون مشي، يجي الجديد ينسف ويبدا من الصفر. لا تمام. انت هنا عمرك في النادي الاهلي ما تبدا من الصفر، انت بتبدا من حيث انتهى الاخرون. شوف الاخر حاجه انت وصلت لها ايه، بتبتدي تعلى. عشان كده معدلات النمو واصله الى درجه جيده جدا. النقطه الثانيه ودي نقطه برضو عالميه، ان انت مش باصص لجوه النادي بس وعمال ايه تخبط في اللي جوه النادي، لا انت بتبص للمستويات العالميه ايه وبتبتدي من هنا تبدا التطوير. العميد محمد مرجان مدير النادي الاهلي لما بيتكلم في في الحته بتاعته اللي كانت قبل ما نخش على الهوا، انا استوقفني نقطه مهمه جدا، ان من يتولى المسؤوليه دلوقتي مش هيبقى مش هو اللي كان من 20 سنه. يعني انا هختار مدير للحته ديت من 20 سنه او من 10 سنين، المواصفات والسي في بتاع اللي انا هختاره ده يختلف تماما عن التطور الاداره الالكترونيه بتاع دلوقتي. يعني لازم اللي يجي ده الا لو كان مطور نفسه على وعي بكل هذا التطوير يعني، وهو ده النقطه المهمه جدا. طبعا مهمه جدا. ثالث نقطه بقى، ان بص للمنظر الجميل اللي كان موجود من شويه وشوف معدلات الاعمار، هتلاقي تقريبا نص المجموعه ديت من الشباب. شباب. فمعنى كده انك انت ايه، مش تقول بقى ايه، خد بالك برضو مش تقول من الشباب تروح جايب كله شباب، لا لازم كل لا لازم بالشباب. تواصل الاجيال. انا بقول الكلام ده رساله بوجهها للشباب. عمر ما هيكون في تطور لو انا جبت مثلا كله عنده 20 سنه. طب اللي عنده 20 سنه طاقه شباب وعن، لكن الخبرات فين؟ هتجيب خبرات، لازم الحم الخبرات بالشباب الجديد. أكيد. يوم يلتقي القديم بالحديث. تبص تلاقي، بص معدلات الاعمار دي تلاقي صغيرين واواسط العمر وكبار كله بيلحم مع بعضه. فدي الثلاث حاجات الحقيقه الايجابيه جدا. كلام مهم جدا، كلام مهم جدا جدا كمان. وبالرغم من كده حضرتك قلت معادله صعبه، قلت ما بتحسش بمجلس اداره يعني بيبدا من غير من حيث انتهى الاخرون. وبالرغم من كده جزء في النادي ماشي بنفس مسيرته سيست. يعني ما لقيتش مثلا ايه اداره الاهلي وقفت، التايكوندو وقف، الكوره وقفت، لا كله ماشي والامور ماشيه بعد من قبل مجلس الاداره ما يجي وبعد مجلس الاداره ما جه. انت حسيت ان مثلا مسيره النادي الاهلي في الدوري بصفه ان كره القدم هي يعني كيان النادي، كيان الاساس النادي، حسيت بحاجه اتغيرت؟ هو ماشي، هو بيشتغل وبيسيب التقييم للناس. بالظبط. هقول لك على حاجه بقى، احنا ماشيين في نفس طريقنا يا جماعه اهو، محدش هيحس، لكن في الاخر الناس هي اللي بتقيم، بتقول لا ده اضافوا. بالزبط. لا الدنيا كانت ماشيه، كانوا بيسندوها، كانوا ماشيين في طريق مش عارف ازاي، لكن هو التقييم في الاخر بيبقى للجمهور والراي العام. اقول لك على حاجه وانا مش هنخبيها على جمهور النادي الاهلي والناس اللي متعايشه في مع النادي الاهلي واللي حاسه بالنادي الاهلي واللي شايفه اداره النادي الاهلي ازاي والاداره الكرويه ازاي. بعض الناس الشاطحين في الفكر اول ما جه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، عارف قالوا ايه؟ قالك بس هيشرح حسام البدري. هم معتقدين ان اداره النادي الاهلي من السذاجه ان هي تتصرف كده مهما كانت الامور. لا، مستحيل اداره النادي الاهلي تيجي على فرقه متصدره وماشيه بنجاح وبتؤدي دورها بنجاح ويجي واجي ماشي جهاز فني او ماشي اداره او ماشي، ده مستحيل. هقول لك على حاجه كمان يا دكتور، حتى لو كان الكابتن حسام بدري تعثر في النتائج بتاعته مستحيل. هقول لك على حاجه، النادي الاهلي لم يمر بهذه التجربه المريره الا مره واحده من سنوات قليله. اما جاء بقى بيسيرو وجاء جريدو والمجموعه دي، انك انت تتغير في نص الموسم كده. عشان كده النادي الاهلي مر فيها باسوأ فتراته. اسوأ فترات النادي الاهلي كانت الفترات اللي ما كانش فيها هذا التوازن اللي انا بقوله. عشان كده انا مثلا وانا مغمض كابتن محمود الخطيب اللي كان نجم كبير في ملاعب كره القدم ده يجي يعمل تغيير في اجهزه فنيه خلال الموسم، مستحيل. استحاله. مستحيل. استحاله. عشان كده ايه هذه الافكار اللي كانت بتقال وبتطرح كده في نقاشات جانبيه، انا قلت لهم على الفور الاجابه المطلقه مستحيل. وفعلا ده اللي حصل. وتأكيدا على كلامك كابتن محمود الخطيب بيعيد ترتيب النادي إداريا للأحسن.
لازم بقى دي في النقطة اللي أنا أجبت عليها في الفترة، لازم نكون الإدارة بتاعتك متماشية مع الطموح بتاعك دلوقتي. أنت كنت مثلا زمان نادي خلاص إدارة نادي وبتيجي وتعدي وتمشي ويجي اللي بعده وهكذا، لكن أنت دلوقتي عندك تطلعات تانية، مدينة النادي الأهلي الرياضية، استاد النادي الأهلي الجديد، الطموحات الكتيرة ديت، لازم يكون معاك إدارة متماشية مع هذه الطموحات. إن جبت إدارة فكرها محدود واقف عند مكان في الماضي مش هتقدر تتطور. فهو ده الحاجة الحقيقة اللي يجب أنها تذكر للنادي الأهلي دلوقتي، إن هو طور الإدارات بما يتماشى مع طموحات النادي، مش بس مجرد أروقة النادي اللي هي نادي الأهلي الجزيرة أو مدينة نصر أو زايد، لا، الموضوع وسع، بقى فيه استثمار، بقى فيه مدينة للنادي الأهلي الرياضية المفروض إنها تدر عوائد على النادي وتدر عوائد على مؤسسة النادي الأهلي الكبيرة ديت، في قناة رياضية، في حاجات كتير قوي. حتى كل أندية مصر الباقية لم تسير في نفس المسار. يعني النادي الأهلي سبق الحقيقة بمنتهى الأمانة، سبق بخطوات كتيرة قوي كل أندية مصر. ده دي حقيقة. كمان زي ما لفت نظر حضرتك مقولة للعميد محمد مرجان مدير عام النادي الأهلي، أنا برضو لفت نظري حاجة، قال يا جماعه مش معنى ان احنا جبنا مديرين هيفضلوا مديرين على طول. ايوه حلو قوي، عجبتني قوي. انا مش معنى انا جبت الدكتور طارق قلت له امسك المكان الفلاني مش هسيبه لك على طول، لا، انت قاعد ما انت ناجح. والله اثبت بالظبط، كان بها لم تثبت انت هتمشي بالظبط. ده كلام جميل جدا أوي. وعلى فكره شوف انا قلت لك ايه، هقول ارجع لاول حاجه، مؤسسات الدوله كلها لو السيء مشي والكويس هو اللي استمر، ده جزء كبير جدا مما يسمى العدالة الاجتماعية. خلي بالك العدالة الاجتماعية في مصر مفهومة بالنسبة لناس كتير غلط، مفهومة ان كلنا زي بعض. لا يا حبيبي، اللي بيشتغل زي ما بيشتغلش، المتطلع واللي فكره عالي واللي يقدر يطور زيه زي اللي ما بيطورش، ازاي يبقى ده مش عدالة؟ العدالة هو ان الكويس هو اللي ياخد كل واحد نصيبه ياخد حقه. وهو اللي ياخد حقه وهو اللي يكمل بالزبط. اما الوحش امشي وتعالى لواحد تاني. هو انت موجود لازم تدافع عن مكانك، تدافع عنه بالشغل، تدافع عنه بالتعب، تدافع عنه بالانضباط، تدافع عنه بالروح. وده اللي طلبه الكابتن محمود الخطيب من اعضاء النادي الاهلي الجدد او المديري النادي الاهلي الجدد. اللي هنكمل استاذ حضرتك نكمل بس التقرير بتاعنا ونشوف الاعضاء قالوا ايه ونرجع لحضراتكم على طول. المسؤولية بالنسبة لي أنا أطور من أداء الجيم في النادي الأهلي، أنقله من نقلة جيم عادي للجيم بروفيشنال، أوصله نقلة يكون فيها فكر عالمي شوية أكتر من هو مجرد أن أنت بتروح الجيم عشان تتمرن بس. لا، أنا بروح الجيم عشان ده الفكر الرياضي بتاعي لمدى الحياة، مش موضوع أن أنا بجري الجيم عشان أخس وبس، لا، أنا عايز أجي الجيم عشان أكتسب صحة. وده هيكون في تطور الجاي إن شاء الله، ويا رب يقدرني أن أنا أقدم خدمة كويسة إن شاء الله بإذن الله. بشكر المجلس بقيادة الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء المجلس، بشكر المدير التنفيذي اللي تولوا ثقتهم فيا ووضعوني في المكان دوت. إن شاء الله نبذل قصارى مجهودنا بروح الفنانة الحمراء إن احنا نوصل إلى أعلى مستوى، سواء خدميا للأعضاء، سواء نعادلي من مستوى الأداء، نحول النادي إلى أكاديمية دولية تبقى ملتقى لكل الأفراد الأعضاء النادي، والمجتمع الخارجي يبقى شغوف إن هو يعرف أخبارها ويعرف كل حاجة كويسة عنها والجديد اللي بتقدمه إن شاء الله. والله تعليمها كثيرة جدا، سواء من كابتن محمود الخطيب أو غرب في الاجتماع الأول، ثم كان في الاجتماع الثاني بقيادة المدير التنفيذي العميد محمد مركان. التعليمات اللي صبت في أهمية العمل لصالح النادي الأهلي، الارتقاء من شأنه، التطور المستمر، الرؤية المستقبلية في المجال، الخدمة العامة اللي احنا بنقدمها ازاي ان احنا نصل بيها الى اعلى درجات الجودة والكفاءة ونصل الى عالمية اكثر من الوضع الحالي اللي احنا فيه. اكتر حاجة اكدنا عليها ان احنا نشتغل بروح العمل، فريق العمل الواحد وروح الفنانة الحمراء، وان شاء الله نجتهد اكتر علشان نوصل لاهداف الاستراتيجيه للاداره العليا والنادي الاهلي وكل الاحلام والطموحات اللي بنحلم بيها والمستوى اللي نتمنى يكون عليه النادي الاهلي باذن الله. الحمد لله ربنا وفقني سابقه مجلس اداره النادي الاهلي ان انا اكون مدير اداره الخدمات بفرع الشيخ زايد.
المهام المطلوبة مني ان انا مجلس الادارة عنده ثقة ان شاء الله ان انا انقل فرع النادي في الشيخ زايد اللي هو يكون منتجع فندق ان شاء الله. المجهود اكيد حضرتك شايف من مجلس الادارة للمكتب التنفيذي للادارات اللي هي هتتولى من النهاردة طبعا مجهود كبير. اكيد اما الواحد بيشوف المجلس بيشتغل اكتر كتير من اي حد تاني بيحاول ان هو يبقى عنده تنافسية في ان هو يقدم كل اللي عنده. انا مش جديد على النادي الاهلي، انا ابني من ابناء النادي الاهلي، متربي في النادي الاهلي، كنت بلعب عند وش النادي الاهلي. فاولا هستفيد بالخبرات السابقه لان انا عندنا معايا في اداره المباريات والكلام ده كله في اللواء الفيشاوي ودوت عشان اقدم واحد كان موجود في المنظومه اللي قبل كده فعنده خلفيه، فهنستفيد منهم بالاضافه للخبرات اللي احنا عندنا ان شاء الله او التطورات اللي احنا عايزينها. وربنا يوفقنا جميعا احنا جايين نخدم النادي الاهلي اللي هو ده ربنا فيه، نتمنى ان هو نضيف له نضيف لنا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني برضو احب ابارك للكابتن حسام حسن على اول فوز او في اول طريقه الافريقي، فوز النهارده هدفين 4-0 ان شاء الله. كنا هدفين 4 اهداف ان شاء الله. يعني كل التوفيق للكابتن حسام حسن والفريق النادي المصري في بدايه مشواره الافريقي. نقفل موضوع الدولاب النادي الاهلي الاداري. هختم معاكم الكلام ده بكلام الكابتن محمود الخطيب قال ايه للاعضاء تحديدا، قال لهم او طالبهم في اجتماع النهارده طالبهم فيه بالتفاني في خدمه النادي الاهلي وضروره التحلي بالانضباط والدقه في العمل واستدعاء روح الفانيلا الحمراء. هو الكلمه اللي دايما بتقال هي روح الفانيلا، لان الروح هي اللي بتخلق كل شيء. ثق تماما. شوف انا برضو هرجع ده لمجتمع، لو كل واحد بيعمل العمل اللي بيعمله حتى الكناس في الشارع، المهندس في مصنع، الدكتور، المدرس في مدرسته، لو عمل العمل بتاعه وهو فيه تفاني وهو فيه عنده روح العمل ده، لا شك انه هينجح. فانا دايما سعيد كده بالكلمه دي قوي لان هي دايما بتطلع الطاقات. يعني كنت بتكلم مع زميلي ابراهيم المنيسي من ايام على حته ان قدره النادي الاهلي دايما على الفوز في الدقائق الاخيره. دي ناس كانت بتفسرها تفسير يقول لك ايه يا عم ده في جول في الدقيقه 93 او جول في الدقيقه 95. لا يا حبيبي، ما هو مين اللي هيجيب جول في ال 93 ولا ال 95 ولا النادي الاهلي اللي عمل رقم اسطوري تاريخي بان 38.2% من اهدافه في جاي في ربع ساعة الاخيره. يعني ده معناه ان اكتر من تلت الاهداف جاي في ربع ساعة الاخيره. ده معناه ايه؟ معناه ان هي دي الروح، الاصرار. كنت بشوف كده حتى ايه بعض الجماهير كانوا بيتكلموا بعض الخساره الوحيده للنادي الاهلي قدام مصر، قال لك ايه الروح القتاليه دي اللي بيأدي بيها النادي الاهلي وهو خسران وعايز يرجع للمباراه لغايه الثواني الاخيره لغايه وقت بدل الطايف. هي دي اللي خلقت تاريخ النادي الاهلي. ما فيش حاجه اسمها استسلام. بالظبط لاخر ثانيه بالصفار. هقول لكم كلام الكابتن محمود الخطيب تاني، لان بصراحه الكلام عجبني جدا. يعني النهارده كابتن الخطيب في اجتماعه طالب الاعضاء بالتفاني في خدمه النادي الاهلي والضروره على التحلي بالانضباط والدقه في العمل واستدعاء روح الفانيلا الحمراء. كلام حلو قوي بصراحه. ندخل في الكوره شويه. نخش. شايف الدوري بصفه عامه ازاي؟ بص، هو النادي الاهلي عمل السنه دي طفره خلت الاهلي في مكان فنيا وجماعيا ونقط وفوارق في حته، وباقي فرق الدوري في حته تانية خالص. يعني يكاد ان انا عايز اقول لك لم يحدث هذا الفارق الفني الضخم بين الاهلي وكل المنافسين الباقيين منذ الموسم اللي انا ذكرت ان هو لا زال موسم تاريخي ولا زال موسم صاحب رقم قياسي ربما من الصعب جدا ان هو يتكرر. شايفه مستحيل. اللي هو بتاع 2004-2005. في 2004-2005 كانت الفوارق الفنيه بين النادي الاهلي وباقي الفرق تقريبا هي زي كده.
النادي الاهلي نهى الدوري بفارق برضو عدد قياسي من النقاط 30 نقطه بينه وبين امبي اللي كان تاني وقتها. النادي الاهلي عمل النقاط اللي قلناها 74 نقطه من 78. السنه دي النادي الاهلي اضاف على ديت حته انك انت عرفت النادي الاهلي قدامك. انت عارف ان جونيور اجاي هيلعب هنا، عارف ان عبد الله السعيد هيلعب هنا، عارف ان ازارو هيلعب هنا، عارف ان دول هيعملوا ايه. انت ما تقدرش توقفه وبتكسب، ودي سمه الانديه الكبيره. ما تقدرش توقفه. ما انت يعني امتى كنت مثلا برشلونه بتاع ميسي كده ونيمار اللي بتاع من 3 4 سنين كان مين يقف قدامه؟ ما هيكسب. يعني انت عارف ان ميسي هيعمل ايه، وعارف ان نيمار هيعمل ايه، وعارف ان بوسكيتس هيعمل ايه، بس ما تقدرش توقفه. هو ده الحال. انا عايز اقول بقى ان في وسط اداء الفني للنادي الاهلي ده في لعيبه وصلوا الى مرحله ان انت مش بقيت بتلعب كوره، ان مرحله الابداع. الابداع في اي عمل هو اقصى مرحله ممكن انك توصل لها. زي يعني عبد الله السعيد وصل من مرحله ان هو لاعب بيؤدي وبيدي في كره القدم، بيدي الحاجات الجديده كلها، الى مرحله الابداع. خلاص بقى انا بقى دلوقتي بابدع. زي الشاعر لما هو بقى خلاص وصل الى مرحله الانسجام قوي، فبيطلع لك اعلى شعر، زي شعر رامي كده زمان لكوكب الشرق ام كلثوم. خلاص كده اعلى، وصل الى ابداع خروج الكلمه، الامتاع كمان. خلاص يعني هو بقى كمان الناس اللي بتتفرج عليه بنبقى مستمتعين واحنا بنتفرج على عبد الله السعيد دلوقتي. بالظبط. الحاجه بقى اللعيبه من اللعيبه اللي وصلوا الى مرحله ما كنتش انا شخصيا متخيل ان هو يوصل لها، جونيور اجاي. وانا معاك كابتن اسامه عرابي، بس الوحيد اللي في مصر اللي كان قال لي خلي بالك ده يبقى حاجه مش طبيعيه. جونيور اجاي نضج غير عادي. انت عارف ان جونيور اجاي اصبح اللاعب اللي انت مستحيل تتخيل هيعمل ايه. يعني عمل واحده في ماتش المقاولين اللي فات، يعني هو واخد المدافع في ظهره، اي حد هيتخيل يا هيوقفها يا هيوقفها ويبعد على المدافع ويلف بوشه يا هياخدها ويرقص. لا ده هو ايه، الكره جايه له راح عامل ايه، راح بكعب رجله كده مفوتها لورا وراح لافف. يعني حاجه لا تتخيلها، ابداع فعلا. الحاجه الثانيه اللي هو الابداع بتاع جونيور اجاي انه بقى في اتصال، انا دايما بقوله حتى في التعليق ما نسميه الاتصال اللاسلكي الروحي. اتصال لاسلكي يعني ايه؟ يعني زي كده اما انا بكلمك في الموبايل وانت في حته بره مصر، حتى انا ما مش شايفك ولا شايف انت. ده هم بقى جونيور اجاي شايف عبد الله السعيد من غير ما يشوف، بكل حته في جسمه، شايفه بدماغه من ورا، بظهره، برجله، شايفه بكل حاجه. لعيبه الكره حافظين بعض بالاشارات زي ما بتقول. فعمل ايه؟ عمل في الكوره اللي عملها بالكعبه في ماتش الاتحاد انه يخش هو ظهره لعبد الله السعيد، بيلعب الكوره بظهره، هو شايفه بالكعب وهو عارف هو فين. الكوره رايحه على عبد الله السعيد بالمقاس، عبد الله السعيد بيحطها كده بمنتهى البساطه. هو ده ايه بالزبط. اللي بنسميه شغل الابداع. والوانتو بتاع ماتش المقاولين اللي فات بالظبط، والوانتو الماتش المقاولين اللي فات. بس بتكلم ليه على كوره جونيور اجاي في ماتش لانه كان بظهره، لان بظهره وبكعبه وراحه بالمقاس لعبد الله السعيد. بقول بالمقاس دايما عشان دايما بنقول في تحليل كره القدم، الناس فاكره ان اللعيب لما بيباصي الكوره للعيب تاني هو بينشن على اللعيب ده في الحته اللي واقف فيها بيديها له. لا، ابداع كره القدم في ان انا اعمل باص في تحرك لاعب تلتقي فيه الكوره مع تحرك اللاعب. بالظبط. يعني انا دلوقتي احمد فتحي عندي موجود في خط نص الملعب، مش هلعب له الكوره وانا في ناحيه الشمال كده عند خط نص الملعب. لا، احمد فتحي ده هيعمل السبرنت بتاعه والكرة بتسبح في الهواء في تقريبا ثانيتين. في الثانيتين دول احمد فتحي هيكون قطع كام يارده. فلعب له الكوره في الحته النقطه المتوقع ان هو يوصل ليها، النقطه المناسبه جدا ليه هو كلاعب. هو ده ابداع كره القدم، ان انت مش بتعمل حاجه التقليديه ان انا بحط لك في رجلك. لا، ده انا بحط الحته اللي انا متخيل ان انت هتتحرك فيها في الوقت المناسب. وهو ده اللي وصل له النادي الاهلي، ففرق كتير قوي عن باقي انديه الدوري. جميل قوي. فببساطه هو نهى الدوري، يعني قضى على الدوري قبل انتهاءه، واحنا بنتكلم في 12 مباراه. ده كتير قوي. يعني 12 مباراه ده كان لسه تلاقي فيه تقلبات كتير في مواسم فاتت. لكن دلوقتي خلاص خلى لك الدنيا بقت وان سايد جيم في المقدمه،
خلى المنافسة في حتتين في الدوري الوقت. مين هياخدوا المقاعد الإفريقية ومين التالت الهابطين بعد الرجاء؟ ورغم ان الرجاء انتصر في المباراة الأخيرة على إم بي 3-0، لكن لكن طبعا هو لازال طبعا من الفرق اللي هي النصر فرصته صعبة جدا، والنهارده خسر النصر برضو خسارة ثقيلة جدا قدام خمس أهداف قدام الأسيوطي، لكن لازال مقعد ثالث في الهبوط هو ده الدوري عليه. ومين اللي هيطلعوا في المقاعد الأفريقية؟ مين تاني يلعب في دوري الأبطال؟ مين ثالث يلعب في الكونفدرالية؟ مين بطل الكأس عشان يلعب في الكونفدرالية مع ثالث الدوري؟ تمام، يعني أسئلة باختصارات عشان وقتنا للأسف بدأ يخلص مع حضرتك. يعني وليد أزارو شايفه إزاي؟ بنيام وليد أزارو مضيع بطولة أفريقيا وضيع البطولة العربية، وأنا ده كلام واضح، ضيع البطولتين لأن هو بكم هائل من الأهداف. وأنا بقول إن وليد أزارو هو النسخة المطلوبة لهجوم النادي الأهلي الآن. إزاي؟ ما تقوليش وليد أزارو ضيع إيه؟ طب هو ليه لعيب تاني ما ضيعش زي ما ضيع؟ هقول لك، وليد أزارو بيروح للجون كم مرة؟ بالظبط، وليد أزارو بمجهوده بقتاله بروحه بالانقضاض القوي على المنافسين خلق لنفسه كام فرصة، هو ده اللي تكلمني عليه. لكن ما تقوليش على لعيب كسلان قاعد وما جالوش ولا فرصة وبالتالي ما ضيعش، تقارنه بلعيب هو اللي خلق لنفسه 7-8 فرص، ضيع منهم 5 بس جاب 2. معدن وليد أزارو ظهر دلوقتي لما قلت لك ان هو تساوى في قائمة هداف الدوري، بس هو كانت معدلاته ايه في التهديف في الاول؟ من كل 10 فرص يجيب واحدة، بقى من كل 3 فرص بيجيب واحدة. ده تطور، من 10 فرص بيجيب واحدة بقى من 3 أو 2 بيجيب واحدة، وده اللي وصل له وليد أزارو دلوقتي. عشان كده تساوى او معدلاته في التهديف سبقت جون أنتوي وسبقت عمر السعيد، فتساوى معاهم في فترة كانوا هم سابقينه ب3-4 أهداف أو 5 أهداف وقدر يقرب منه. أكيد اوعوا تستهونوا بفرود بيحط كرة على خط الجون حتى، أو هو مثلا بيجيب جون بأريحية زي ما قال الدكتور طارق. ما أنا كمان عن نفسي مع حضرتك تحديدا ما بقيمش الفرود غير بيروح كم مرة للجون، غير بيكون موجود في منطقة الكرة اللي ممكن تكون مؤثرة حتى لو ضيع. اللي بيضيع دايما بيجيب يا دكتور. تمام، لكن انا ضد ان انا اجيب فرود يقول لك ايه اصل ممكن يفضل نايم وتجيله واحده يحطها. طب افرض ما جاتلوش واحده؟ لا ما جاتلوش ده اللي بنسميه الليزي او الكسول، المهاجم الكسول اللي هو تحركاته قليله، فبالتالي ما بيخلقش لنفسه غير فرصه او فرصتين. بيجيب منهم لو جات له واحده هيجي، لكن زي ما انت بتقول ممكن ما تجيش وبالتالي انت مش هتهدف. تمام، تعال نشوف اخر 7 فرق في ترتيب الدوري العام. هتلاقي فيهم بتروجيت، هتلاقي فيهم مصر المقصه، هتلاقي فيهم وادي دجله، هتلاقي فيهم الاتحاد السكندري وطنطا والرجاء والنصر. شايف بسرعه جدا، يعني شايف بتروجيت، مصر المقصه، دجله، الاتحاد السكندري. بصراحه الثالث هيكون من واحد من 3، يا دجله يا الاتحاد يا طنطا. 2 انا من وجهه نظري ان فرصهم صعبه، حتى والرجاء فايز في المباراه الاخيره و3-0 وعلى إمبي اللي هو النادي العريق، لكن أنا لازلت مصر على إن 2 هبطوا والثالث هيكون واحد من 3 اللي أنا قلتهم لك، الاتحاد أو طنطا أو وادي دجلة. ده أكيد. يعني حضرتك بتأكد هبوط أندية بعينها زي النصر والرجاء. حتى في ظل صحوة الرجاء. حتى في ظل صحوة الرجاء، لأن ما عندوش القدرات الفنية هي اللي بتحكم. كقدرات فنية أقل قدرات هي بتاعة الرجاء رغم إنه جدد في صفوفه كتير. والنصر وكسب إمبي. كسب إمبي بس ايه بكرة. هو ما يعرفش يكسب كده كل مره. يعني هو اصلا انت ايه الفرقه الصغيره دي ممكن تروح جايبه جول مبكر او يعني تكون الضغط عليها تجيب جول يقلب الماتش، لان الفرقه الثانيه هتبتدي تهاجم هجوم هستيري فتفتح خطوطها فيجي جول ثاني وثالث زي ما حصل في المباراه دي. لكن الكلام ده امتى يتكرر؟ الكلام اللي انا قلته على النادي الاهلي انه كل مره حتى لو ادى نفس الاداء بيكسب. ليه؟ لان انت من الابداع ان انت ما تقدرش اللي قدامك ما يقدرش يوقفك. هل ده موجود عند الرجاء والنصر؟ لا مش موجود، فبالتالي ما يقدرش حتى لو كسب الماتش الجاي كمان. هل هيقدر يواصل انه ياخد له مثلا بتاع 10 نقاط في المباراه المتبقيه ورا بعض كده؟ ده صعب. تمام، بصفه حضرتك انت بتتكلم بلغه الارقام دايما والاحصائيات، ليه نادي الاتحاد كده؟ ليه دايما بيعاني وبينافس على الهبوط او بيصارع على الهبوط؟ اسف، عشان مفيش استقرار في الإدارة.
انت دلوقتي مفيش استقرار في الاداره. اه طبعا. ازاي بقى الاداره الفنيه واداره النادي؟ هو الاستاذ محمد مصالح هي الرئيس الجديد للنادي الاتحاد الحقيقه انقذ ما يمكن انقاذه بصفقات. انا بعتبر ان الاتحاد هو اللي كان من افضل الفرق اللي عملت صفقات. لكن ما تقعدش تغير لي المدير الفني وكل شويه وادي الاخير كمان تقول انا قبلت استقالته وهو اخيل على فكره. يعني غيرت مدير فني للمره الخامسه هجيب مدير فني سادس. فطبعا شوف مفيش فرقه غيرت هذا الكم من المدربين ونجحت خالص. فالاتحاد السكندري لازم بقى يفكر في مدير فني يبتدي يبني من جديد. هدف الاتحاد السكندري يكون واحد فيما تبقى من المسابقه فقط، انا عاجز ابقى في الدوري الممتاز. من الموسم الجديد بقى اجيب جهاز فني يبتدي يعمل فتره قياده كويسه. ونفس القصه لانه بيغير. ده غير المدير الفني بعد كام يعني رمزي؟ بعد 3 ماتشات للاسف. فانت بتتكلم على ان كل سنه تقول ان هيجي بقى جهاز فني. يجي الجهاز اللي هو عمل فتره اعداد وهو اللي عارف اللعيبه وهو اللي طلع معسكر وهو اللي مسكهم وهو اللي عرف تعرف على امكانياته يمشي بعد 3 اسابيع. يجي لك واحد من الشارع بعد 4 اسابيع فيمشي بعد الاسبوع الثامن وهكذا. الاتحاد دوب 5 مدربين والاستاذ جاي. لو في صعوبه في ماتش الاهلي والمقاولين المقبل ان شاء الله شايفها هتكون فين؟ صعوبه اصعب حاجه ان انت تلعب فرقه واحده مرتين ورا بعض. اقول لك مثال كده سريع. قول. اما هيكتور كوبر كان هيلاعب تشاد اللي ملهاش في الكوره خالص 4 مرات وقع معاهم مرتين في تصفيات كاس العالم. مقتنع بهيكتور كوبر؟ وتصفيات هقول لك بس لا او لا هقول لك او لا عشان الوقت او لا لان انا مقتنع بانجازاته لكن مش مقتنع بطريقته ولا اسلوبه مع الكره المصريه. لما لاعب تشاد 4 مرات قال لك انا زعلان ان حلاوه 4 مرات اللي ممكن اخسر وخسر معاهم في تصفيات كاس العالم. فاكر الماتشات التمهيديه خسر في تشاد الماتش الذهاب. فدي صعوبه الموقف انك بتلعب نفس الفرقه مرتين ورا بعض بينهم 4 ايام 96 ساعه. هي دي الصعوبه الوحيده. بس دوافع مين هتكون اكتر؟ الاهلي طبعا. هو الاهلي عايز، بص خلي بالك يمكن هم اللعيبه لو سمعوا ال5 ارقام دول ده هتديهم دوافع. لان هو ممكن ما يكونوش يعني اوير قوي بان انا ممكن مثلا ايه هقول لك بصراحه بعد ماتشين 3 لو الاهلي ضمن الدوري يبدا بقى ايه النتائج ترجع خلاص بقى ما انا مش عايز اكسب او يبتدي العب صف تاني. لكن الاهداف بتاعت الارقام ان انا اعملها بيحصل ان فرق كتير في العالم بتكون ضمنت المسابقه بس هو عايز يعمل لنفسه تاريخ. فانا شايف ان النادي الاهلي الحوافز بتاع انه عايز يعمل لنفسه تاريخ هي اللي هيكون لها الكلمه في الفتره اللي جايه حتى بعد ما يضمن الدوري. ممكن يضمن الدوري بس انا عايز اعمل لنفسي تاريخ بقى اعمل الارقام الخمسه اللي انا قلتهم دول. تمام. اخر سؤال مش هسيبك. اتفضل. انجازات بلا اساس واقناع ولا اسس واقنع حتى لو اتاخرت الانجازات شويه في العموم؟ لا اسس واقنع في المطلق. اسس دايما بيقول لك إيه؟ علمني الصيد ما تدنيش سمكه جاهزه. ما هو سمكه انا اكلتها وخلاص. لكن لما اتعلم الصيد انا هعرف اصطاد بعد كده واعرف انا اعمل اجيب اكل عيشي كل يوم. هو ده الكلام. التاسيس للانجاز انا شايف ان النادي الاهلي. انا ما بتكلمش عن الاهلي. لا لا بكلمك على التاسيس للانجاز للنادي الاهلي. انا بتكلم عن منتخب مصر بفتره واقعه. بتكلم عن منتخب مصر. عايز تتكلم على منتخب مصر؟ انا بتكلم عليه هو تحديدا. هل الانجازات يعني بتشفع ان انا ابقى عندي اساس حتى لو انجازات وهميه ولا اسس واقنع وبعد كده انجازات واقنع؟ هو احنا ما اسسناش حاجه على فكره. هو ده اللي انا كنت عايز اطلع عليه كده. وربنا يستر ان شاء الله. بس يعني احنا بس الهدف ان احنا وصلنا كاس عالم. لكن اوعى تقول لي تصدقهم انهم يقولوا مثلا ده التخطيط والخطه ويطلعوا لك ورق ويقول لك خطط بس. ولا خطط ولا في اي حاجه بس. ده جت كده يعني ماشي. اتشرفت بيك يا دكتور. وكان حوار ممتع جدا والله. الله يخليك. شكرا جدا ليك. ابتدت فقرتنا معاكم. الوقت دايما بيعدي معاكم بمنتهى السرعه. دايما بتشرفوني وتنوروني على قناه الاهلي. استاذ الاهلي على السلامه.